الله الله لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله. اشتدي أزمة تنفرجي، قد آذن ليلك بالبلج، وظلام الليل له سرج حتى يغشاه أبو السرج، وسحاب الخير له مطر، فإذا جاء الإبان تجي، وفوائد مولانا جمل لسروج الأنفس والمهج، ولها أراج محي أبدا، فاقصد محيا ذاك الأرج، فلرب ما فاض المحيا ببحور الموج من اللجج، والخلق جميعا في يده، فذو سعة وذو حرج، ونزولهم وطلوعهم، فإلى درك وعلى درج، ومعايشهم وعواقبهم ليست في المشي على عوجي، حكم نسجت بيد حكمت ثم انتسجت بالمنتسج، فإذا اقتصدت ثم انعرجت، فبمقتصد وبمنعرج. الله 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 لا إله إلا الله. الله 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 لا إله إلا الله. شهدت بعجائبها حجج، قامت بالأمر على الحجج، ورضا بقضاء الله حجا، فعلى مركوزتها فعجي، فإذا انفتحت أبواب هدى، فعجل بخزائنها ولجي، وإذا حاولت نهايتها فاحذر إذ ذاك من العرج، لتكون من السباق إذا ما جئت إلى تلك الفرج، فهناك العيش وبهجته، فلمبتهج ولمنتهج. الله 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 لا إله إلا الله. الله 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 لا إله إلا الله. فهج الأعمال إذا ركدت، وإذا ما هجت إذا انتهجي، ومعاصي الله سماجتها تزدان لذي الخلق السمج، ولطاعته وصباحتها أنوار صباح منبلج، من يخطب حور الخلد بها يحظى بالحور وبالغنج، فكون المرضي لها بتقى وارضاه غدا وتكون نجي. الله 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 لا إله إلا الله. الله 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 لا إله إلا الله. واتل القرآن بقلب ذي حزن وبصوت فيه شجي، وصلاة الليل مسافتها، فاذهب
فيها بالفهم وجي وتأملها ومعانيها تأتي الفردوس وتبتهجي واشرب تسنيم مفجرها لا ممتزجا وبممتزجي مدح العقل الآتيه هدى وهوى المتولي عنه هجي وكتاب الله رياضته لعقول الناس بمندرجي وخيار الخلق هداتهم وسواهم من همج الهمج فإذا كنت المقدام فلك تجزع في الحرب من الرهج وإذا أبصرت منار هدى فاظهر فردا فوق الثبج وإذا اشتاقت نفس وجدت ألما بالشوق المعتلج وثنايا الحسنى ضاحكة وتمام الضحك على الفلج وغياب الأسرار اجتمعت بأمانتها تحت السرج والرفق يدوم لصاحبه والخرق يصير إلى الهرج الله 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 لا إله إلا الله صلوات الله على المهدي الهادي الناس إلى النهج وأبي بكر في سيرته ولسان مقالته اللهج وأبي حفص وكرامته في قصة سارية الخلج وأبي عمرو ذي النورين المستهدي المستحي البهج وأبي حسن في العلم إذا وافى بسحائبه الخلج وعلى السبطين وأمهما وجميع الآل بمندرج وصحابتهم وقرابتهم وقفاة الأثر بلا عوج وعلى تباعهم العلماء بعوارف دينهم البهج يا رب بهم وبآلهم عجل بالنصر وبالفرج وارحم يا أكرم من رحم عبدا عن بابك لم يعج واختم عملي بخواتمها لأكون غدا في الحشر نجي لكني بجودك معترف فاقبل بمعاذري حجاجي وإذا بك ضاق الأمر فقل اشتدي أزمة تنفرجي اشتدي أزمة تنفرجي اشتدي أزمة تنفرجي